ورشة بعنوان دور الإعلام الرسمي والشعبي في ظل الظروف الراهنة اللي بتمر بها البلاد. طبعا مثل هذه الورش مهمة، خاصة في الأيام اللي بتمر بها بلادنا الحبيبة، سائلين الله أن يعم الأمن والاستقرار والسلام على ربوع أنحاء سوداننا الحبيب. طيب، إذا اتكلمنا عن أهم حاجة مواقع التواصل الاجتماعي، في بعض من أصحاب النفوس الرخيصة بيقوموا بضحض شائعات حتى إنهم يبث الخوف في نفوس المواطنين. فنحن كإعلاميين أهميتنا إنه نحن نتقصى الحقائق، وحتى إنه نضحض الشائعات ونبث الأمن والسلام في نفوس المواطنين.